Database Manipulation in Prolog، معالجة قاعدة البيانات في البرولوج. The database predicate retrieves information from the database by matching its argument with any item stored in the database. تسترجع الداتابيس بريديكيت المعلومات من الداتابيس من خلال مطابقة الارجيومنت الخاصة بالداتابيس بريديكيت مع كل عنصر مخزون في الداتابيس. The database contains standard prolog built-in predicates such as assert A, assert Z, retract و retract all. تحتوي الداتابيس على built-in predicates مثل assert A, assert Z, retract و retract all. These predicates are shown below. يتم عرض هذه البريديكيتس أدناه. Assert predicates. البريديكيتس الخاصة بالإضافة. أولاً assert بين أقواس دائرية المتغير X capital or assert Z بين أقواس دائرية المتغير X capital. Adds a new fact X at the end of the database. إضافة fact جديدة واللي هي المتغير X capital في نهاية database. For example, write a prolog program to add the following strings at the end of the database and call them into a list. The strings are string علي, string زكي, string سهى. المطلوب في هذا البرنامج إضافة string علي والstring زكي والstring سهى إلى نهاية الداتابيس ومن ثم عرض محتوى الداتابيس داخل list. نحتاج في هذا البرنامج إلى one variable وليكن مثلا المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. ونحتاج أيضا إلى داتابيس لغرض إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى نهاية الداتابيس. ونحتاج أيضا في هذا البرنامج إلى البريديكيت assert Z حيث تقوم هذه البريديكيت بإضافة السترينج إلى نهاية الداتابيس. ونحتاج أيضا إلى الفونكشن find all حيث تقوم هذه الفونكشن بعرض محتويات الداتابيس داخل الليست. في هذا البرنامج سيتم بناء رول واحدة فقط. من خلال هذه الرول سيتم إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى نهاية الداتابيس ومن ثم عرض محتويات الداتابيس داخل الليست. داخل الداتابيس يتم تعريف الداتابيس المستخدمة داخل الكلاوزز واللي هي الداتابيس بيرسون وتحتوي على one argument من نوع string. داخل الكلاوزز نفرض اسم الرول list underscore person وتحتوي على one argument وهو المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. If assert Z تقوم هذه البريديكيت بإضافة السترينج إلى نهاية الداتابيس. Assert Z بين أقواس دائرية database person بين أقواس دائرية string علي أي سيتم إضافة string علي إلى نهاية database person.
فارزة assert زد. تقوم هذه البريديكيت بإضافة السترينج إلى نهاية الداتابيس. assert زد بين أقواس دائرية database person بين أقواس دائرية السترينج زكي. أي سيتم إضافة السترينج زكي إلى نهاية الداتابيس person. فارزة assert زد حيث تقوم هذه البريديكيت بإضافة السترينج إلى نهاية الداتابيس. assert z بين أقواس دائرية الداتابيس person بين أقواس دائرية السترينج سها. أي سيتم إضافة السترينج سها إلى نهاية الداتابيس person. فارزة find all حيث تقوم هذه الفانكشن بعرض محتويات الداتابيس داخل الليست. collect all the solutions to a query and put them into a single list. تقوم الفانكشن find all بجمع كل الحلول ووضعها داخل list واحدة فقط. find all بين أقواس دائرية المتغير X capital والذي يمثل في هذا البرنامج strings. فارزة database person بين أقواس دائرية المتغير X capital والذي يمثل في هذا البرنامج strings. فارزة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات database. ويتم إنهاء الرول بنقطة. الجلوبال باراميتر المستخدمة في هذا البرنامج هي من نوع string ويتم تعريفها داخل الدومينز بالشكل التالي: domains s تساوي string l تساوي s star. من خلال هذه الطريقة يتم تعريف الليست داخل الدومينز. داخل الداتابيس يتم تعريف الداتابيس المستخدمة داخل الكلاوزز واللي هي الداتابيس بيرسون وتحتوي على one argument من نوع string. داخل البريديكيتز يتم تعريف الرول المستخدمة داخل الكلاوزز واللي هي list underscore person وتحتوي على one argument من نوع list of strings. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي إلى تنفيذ البرنامج واللي هي list underscore person بين أقواس دائرية المتغير L capital. المطلوب إيجاد قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. عندها يقوم البرولوج بمطابقة الجول مع الرول وتكون مطابقة، حيث تقوم البريديكيت assert z بإضافة السترينج علي إلى نهاية الداتابيس person. بعدها تقوم البريديكيت assert z بإضافة السترينج زكي إلى نهاية الداتابيس person. بعدها تقوم البريديكيت assert z بإضافة السترينج سها إلى نهاية الداتابيس person. بعدها تقوم الفانكشن find all بوضع قيمة المتغير x capital والذي يساوي السترينج علي والموجود في الداتابيس person داخل الليست l. بعدها تقوم الفانكشن find all بوضع قيمة المتغير x capital والذي يساوي السترينج زكي والموجود في الداتابيس person داخل الليست L capital. بعدها تقوم الفانكشن find all بوضع قيمة المتغير X capital والذي يساوي السترينج سها والموجود في الdatabase person داخل الليست L capital. عندها تكون قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس تساوي بين أقواس مربعة السترينج علي فاصلة السترينج زكي فاصلة السترينج سها. one solution سيتم تنفيذ هذا البرنامج داخل برولوج بروجرام. بعد الانتهاء من كتابة البرنامج بشكل صحيح داخل جزء الإديتور نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt R معا للانتقال من جزء الإديتور إلى جزء الدايلوج لغرض كتابة الجول. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي إلى تنفيذ البرنامج واللي هي list
underscore person. بالأقواس دائرية المتغير L capital. المطلوب إيجاد قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. نلاحظ قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس تساوي بين أقواس مربعة السترينج علي فاصلة السترينج زكي فاصلة السترينج سهى. One solution. البريديكيت الثاني الخاص بالإضافة هو assert A بين أقواس دائرية المتغير X capital. Adds a new fact. X at the beginning of the database. إضافة fact جديدة واللي هي المتغير X capital إلى بداية الداتابيس. For example, write a prologue program to add the following strings at the beginning of the database and call them into a list. The strings are string Ali, string Zeki, string Suha. المطلوب في هذا البرنامج إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى بداية الداتابيس ومن ثم عرض محتويات الداتابيس داخل ليست. في هذا البرنامج نحتاج إلى one variable وليكن مثلا المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس، ونحتاج أيضا إلى database لغرض إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى بداية الداتابيس، ونحتاج أيضا في هذا البرنامج إلى البريديكيت assert A حيث تقوم هذه البريديكيت بإضافة السترينج إلى بداية الداتابيس، ونحتاج أيضا إلى الفانكشن find all حيث تقوم هذه الفانكشن بعرض محتويات الداتابيس داخل List. في هذا البرنامج سيتم بناء رول واحدة فقط. من خلال هذه الرول سيتم إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى بداية الداتابيس ومن ثم عرض محتويات الداتابيس داخل الليست. داخل الداتابيس يتم تعريف الداتابيس المستخدمة داخل الكلاوزز واللي هي الداتابيس بيرسون، وتحتوي على one argument من نوع string. داخل الكلاوزز نفرض اسم الرول list underscore person وتحتوي على one argument وهو المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. F assert A تقوم لبريديكيت assert A بإضافة السترينج إلى بداية الداتابيس. assert A بين أقواس دائرية database person بين أقواس دائرية السترينج علي، أي سيتم إضافة السترينج علي إلى بداية الداتابيس person. فارزة assert A تقوم لبريديكيت assert A بإضافة السترينج إلى بداية الداتابيس. assert A بين أقواس دائرية database person بين أقواس دائرية السترينج زكي، أي سيتم إضافة السترينج زكي إلى بداية database person. فارزة assert A تقوم لبريديكيت assert A بإضافة السترينج إلى بداية الداتابيس. assert A بين أقواس دائرية database person بين أقواس دائرية السترينج سهى، A سيتم إضافة السترينج سهى إلى بداية الداتابيس person. فارزة find all تقوم هذه الفانكشن بعرض محتويات الداتابيس داخل list. find all بين أقواس دائرية المتغير X capital والذي يمثل في هذا البرنامج strings. فارزة database person بين أقواس دائرية المتغير X capital والذي يمثل في هذا البرنامج strings. فارزة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس، ويتم إنهاء الرول بنقطة. الجلوبال باراميتر المستخدمة في هذا البرنامج هي من نوع string.
ويتم تعريفها داخل الدومينز بالشكل التالي: domains s تساوي string، l تساوي s star. من خلال هذه الطريقة يتم تعريف الليست داخل الدومينز. داخل الداتابيس يتم تعريف الداتابيس المستخدمة داخل الكلاوز، واللي هي database person، وتحتوي على one argument من نوع string. داخل البريديكيتس يتم تعريف الرول المستخدمة داخل الكلاوز، واللي هي list underscore person، وتحتوي على one argument من نوع list of string. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي إلى تنفيذ البرنامج، واللي هي list underscore person بين أقواس دائرية المتغير L capital. المطلوب إيجاد قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. عندها يقوم البرولوج بمطابقة الجول مع الرول وتكون مطابقة، حيث تقوم البريديكيت assert A بإضافة السترينج علي إلى بداية الداتابيس person. بعدها تقوم البريديكيت assert A بإضافة السترينج زكي إلى بداية الداتابيس person. بعدها تقوم البريديكيت assert A بإضافة السترينج سهى إلى بداية الداتابيس person. بعدها تقوم الفانكشن find all بوضع قيمة المتغير x capital والذي يساوي السترينج سهى والموجود في database person داخل الليست l capital. بعدها تقوم الفانكشن find all بوضع قيمة المتغير x capital والذي يساوي السترينج زكي والموجود في database person داخل الليست l capital. بعدها تقوم الفانكشن find all بوضع قيمة المتغير x capital والذي يساوي السترينج علي والموجود في database person داخل list l capital. عندها تكون قيمة المتغير l capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس تساوي بين أقواس مربعة السترينج سهى فاصلة السترينج زكي فاصلة السترينج علي. One solution. سيتم تنفيذ هذا البرنامج داخل برولوج بروجرام. بعد الانتهاء من كتابة البرنامج بالشكل الصحيح داخل جزء الإديتور، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt R معا للانتقال من جزء الإديتور إلى جزء الديالوج لغرض كتابة الجول. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي لتنفيذ البرنامج، واللي هي list underscore person بين أقواس دائرية المتغير L capital. المطلوب إيجاد قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. نلاحظ قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس تساوي بين أقواس مربعة السترينج سهى فاصلة السترينج زكي فاصلة السترينج علي. One solution. Retract predicates. البريديكيتس الخاصة بالحذف. أولاً retract بين أقواس دائرية المتغير x capital. Removes the fact x from the database. حذف الفاكت واللي هي المتغير x capital من الداتابيس. For example, write a prolog program to add the strings string Ali, string Zeki, string Suha at the end of the database. Then remove the string Zeki from the database and call the rest contents of the database into a list. المطلوب في هذا البرنامج إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى نهاية الداتابيس، ومن ثم حذف السترينج زكي من الداتابيس. بعدها يتم عرض ما تبقى من محتويات الداتابيس داخل الليست. في هذا البرنامج نحتاج إلى one variable وليكن مثلا المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس، ونحتاج أيضا إلى database
لغرض إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى نهاية الداتابيس. ونحتاج أيضاً في هذا البرنامج إلى البريديكيت assert، حيث تقوم هذه البريديكيت بإضافة السترينج إلى نهاية الداتابيس. ونحتاج أيضاً إلى البريديكيت retract، حيث تقوم هذه البريديكيت بحذف السترينج من الداتابيس. ونحتاج أيضاً إلى الفونكشن find all، حيث تقوم هذه الفونكشن بعرض محتويات الداتابيس داخل الليست. في هذا البرنامج سيتم بناء رول واحدة فقط. من خلال هذه الرول سيتم إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى نهاية الداتابيس، ومن ثم حذف السترينج زكي من الداتابيس. بعدها يتم عرض ما تبقى من محتوى الداتابيس داخل ليست. داخل الداتابيس يتم تعريف الداتابيس المستخدمة داخل الكلاوز، واللي هي داتابيس بيرسن، وتحتوي على one argument من نوع string. داخل الكلاوز نفرض اسم الرول list underscore person، وتحتوي على one argument وهو المتغير l capital، والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. f assert، تقوم لبريديكيت assert بإضافة السترينج إلى نهاية الداتابيس. assert بين أقواس دائرية الداتابيس person بين أقواس دائرية السترينج علي. A سيتم إضافة السترينج علي إلى نهاية الداتابيس person. فارزة assert، تقوم لبريديكيت assert بإضافة السترينج إلى نهاية الداتابيس. assert بين أقواس دائرية database person بين أقواس دائرية string زكي. أي سيتم إضافة string زكي إلى نهاية database person. فارزة assert، تقوم لpredicate assert بإضافة string إلى نهاية database. assert بين أقواس دائرية database person بين أقواس دائرية string سهى، أي سيتم إضافة string سهى إلى نهاية database person. فارزة retract، تقوم هذه البريديكيت بحذف string من database. retract بين أقواس دائرية database person بين أقواس دائرية string زكي، أي سيتم حذف string زكي من database person. فارزة find all، تقوم هذه الفونكشن بعرض محتويات الداتابيس. find all بين أقواس دائرية المتغير x capital، والذي يمثل في هذا البرنامج strings. فارزة الداتابيس person بين أقواس دائرية المتغير x capital، والذي يمثل في هذا البرنامج strings. فارزة المتغير l capital، والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس، ويتم إنهاء الرول بنقطة. الجلوبال باراميتر المستخدمة في هذا البرنامج هي من نوع string، ويتم تعريفها داخل الدومينز بالشكل التالي: domains s تساوي string، l تساوي s star. من خلال هذه الطريقة يتم تعريف الليست داخل الدومينز. داخل الداتابيس يتم تعريف الداتابيس المستخدمة داخل الكلاوزز، واللي هي الداتابيس بيرسون، وتحتوي على one argument من نوع string. داخل البريديكيتس يتم تعريف الرول المستخدمة داخل الكلاوزز، واللي هي list underscore person، وتحتوي على one argument من نوع list of strings. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي إلى تنفيذ البرنامج، واللي هي list underscore person بين أقواس دائرية المتغير L capital. المطلوب إيجاد قيمة المتغير L capital، والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. عندها يقوم البرولوج بمطابقة الجول مع الرول وتكون مطابقة. عندها تقوم البريديكيت assert بإضافة السترينج علي إلى نهاية الداتابيس person. بعدها تقوم البريديكيت assert بإضافة السترينج زكي إلى نهاية الداتابيس person. بعدها تقوم البريديكيت assert بإضافة السترينج سهى إلى نهاية الداتابيس person. بعدها تقوم البريديكيت retract بحذف السترينج زكي من الداتابيس person.
بعدها تقوم الفانكشن فايند اول بوضع قيمة المتغير اكس كابيتال والذي يساوي السترينج علي والموجود في الداتابيس بيرسون داخل الليست ال كابيتال. بعدها تقوم الفانكشن فايند اول بوضع قيمة المتغير اكس كابيتال والذي يساوي السترينج سهى والموجود في الداتابيس بيرسون داخل الليست ال كابيتال. عندها تكون قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس تساوي بين أقواس مربعة السترينج علي فاصلة السترينج سهى 1 solution. سيتم تنفيذ هذا البرنامج داخل برولوج بروجرام. بعد الانتهاء من كتابة البرنامج بشكل صحيح داخل جزء الإديتور، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt R معا للانتقال من جزء الإديتور إلى جزء الدايلوج لغرض كتابة الجول. داخل الجول يتم كتابة الرو التي تؤدي إلى تنفيذ البرنامج واللي هي list underscore person بين أقواس دائرية المتغير L capital. المطلوب إيجاد قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها نلاحظ المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس تساوي بين أقواس مربعة السترينج علي فاصلة السترينج سهى 1 solution. البريديكيت الثاني الخاص بالحذف هو retract all بين أقواس دائرية المتغير X capital removes all facts X from the database. حذف كل الفاكتس واللي هي المتغير X capital من الداتابيس. For example, write a prologue program to add the strings string علي, string زكي, string سهى at the beginning of the database. Then remove all the strings from the database and display the content of the database into a list. المطلوب في هذا البرنامج إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى بداية الداتابيس ومن ثم حذف كل السترينجز من الداتابيس. بعدها يتم عرض محتوى الداتابيس داخل ليست. في هذا البرنامج نحتاج إلى one variable وليكن مثلا المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس، ونحتاج أيضا إلى داتابيس لغرض إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى بداية الداتابيس، ونحتاج أيضا في هذا البرنامج إلى البريديكيت assert A حيث تقوم هذه البريديكيت بإضافة السترينج إلى بداية الداتابيس، ونحتاج أيضا إلى البريديكيت retract all حيث تقوم هذه البريديكيت بحذف كل السترينجز من الداتابيس، ونحتاج أيضا إلى الفانكشن find all حيث تقوم هذه الفانكشن بعرض محتويات الداتابيس داخل list. في هذا البرنامج سيتم بناء رول واحدة فقط. من خلال هذه الرول سيتم إضافة السترينج علي والسترينج زكي والسترينج سهى إلى بداية الداتابيس. بعدها يتم حذف كل السترينجز من الداتابيس ومن ثم عرض محتوى الداتابيس داخل ليست. داخل الداتابيس يتم تعريف الداتابيس المستخدمة داخل الكلاوزز واللي هي الداتابيس بيرسون، وتحتوي على one argument من نوع string. داخل الكلاوزز نفرض اسم الرول list underscore person وتحتوي على one argument وهو المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. F assert A تقوم لبريديكيت assert A بإضافة السترينج إلى بداية الداتابيس. assert A بين أقواس دائرية الداتابيس person بين أقواس دائرية السترينج علي. A سيتم إضافة
string علي إلى بداية الداتابيس person. فارزة assert A تقوم لpredicate assert A بإضافة string إلى بداية الداتابيس. assert A بين أقواس دائرية، الداتابيس person بين أقواس دائرية string زكي. A سيتم إضافة string زكي إلى بداية الداتابيس person. فارزة assert A تقوم لpredicate assert A بإضافة string إلى بداية الداتابيس. assert A بين أقواس دائرية الداتابيس person بين أقواس دائرية string سها. أي سيتم إضافة string سها إلى بداية الداتابيس person. فارزة retract all تقوم لpredicate retract all بحذف كل محتويات الداتابيس. retract all بين أقواس دائرية الداتابيس person بين أقواس دائرية underscore. يتم التعويض عن محتويات الداتابيس بيرسون باندرسكور، والسبب المطلوب حذف كل محتويات الداتابيس بيرسون بغض النظر عن ما هي محتويات الداتابيس بيرسون. لذلك يتم التعويض عن محتويات الداتابيس بيرسون باندرسكور. أي سيتم حذف كل محتويات الداتابيس person بغض النظر عن ما هي محتويات الداتابيس person. لذلك يتم التعويض عن محتويات الداتابيس person بunderscore. فارزة find all تقوم الفانكشن find all بعرض محتويات الداتابيس داخل list. find all بين أقواس دائرية المتغير x capital والذي يمثل في هذا البرنامج strings. فارزة database person بين أقواس دائرية المتغير x capital والذي يمثل في هذا البرنامج strings. فارزة المتغير l capital والذي يمثل list التي تقوم بعرض محتويات database، ويتم إنهاء الرول بنقطة. الglobal parameter المستخدمة في هذا البرنامج هي من نوع string، ويتم تعريفها داخل domains بالشكل التالي: domains s تساوي string، l تساوي s star. من خلال هذه الطريقة يتم تعريف الليست داخل الدومينز. داخل الداتابيس يتم تعريف الداتابيس المستخدمة داخل الكلاوزز واللي هي الداتابيس بيرسون، وتحتوي على one argument من نوع string. داخل البريديكيتس يتم تعريف الرول المستخدمة داخل الكلاوزز واللي هي list underscore person، وتحتوي على one argument من نوع list of strings. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي تنفيذ البرنامج واللي هي list underscore person بين أقواس دائرية المتغير l capital. المطلوب إيجاد قيمة المتغير l capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. عندها يقوم البرولوج بمطابقة الجول مع الرول وتكون مطابقة. عندها تقوم لبريديكيت assert A بإضافة string علي إلى بداية الداتابيس person. بعدها تقوم لبريديكيت assert A بإضافة string زكي إلى بداية الداتابيس person. بعدها تقوم لبريديكيت assert A بإضافة string سها إلى بداية الداتابيس person. بعدها تقوم لبريديكيت retract all بحذف كل strings من الداتابيس person. فارزة ونظراً لعدم وجود أي محتوى داخل الداتابيس، عندها تقوم الفانكشن find all بإرجاع قيمة المتغير l capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتوى الداتابيس والذي يساوي list فارغة. one solution سيتم تنفيذ هذا البرنامج داخل برولوج بروجرام. بعد الانتهاء من كتابة البرنامج بشكل صحيح داخل جزء الإديتور، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt R معا للانتقال من جزء الإديتور إلى جزء الديالوج لغرض كتابة الجول. داخل الجول يتم كتابة الرول التي تؤدي لتنفيذ البرنامج واللي هي list underscore person بين أقواس دائرية المتغير L capital. المطلوب إيجاد قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. نلاحظ قيمة المتغير L capital والذي يمثل الليست التي تقوم بعرض محتويات الداتابيس تساوي list فارغة. one solution